مرحبا بكم أصدقائي، أنا معز عبد الليل، أدرس بالسنة الخامسة في مدرسة وبيت أصدقائي في هذا الشهر الكريم. سأروي لكم سلسلة من أعمالي في شهر رمضان، تابعوني أعزائي. في هذا اليوم سأروي لكم ما قمت به في اليوم الأول من شهر رمضان. بينما كنت عائدا للمنزل مؤرجحا محفظتي مترنما بالأغاني التي تعلمتها في حصة التربية الموسيقية، إذ بي أرى عجوزا عمياء لا تستطيع رؤية أمامها. انطلقت نحوها بسرعة راجيا الله أن يعطيني الفرصة لأساعدها. ألقيت التحية وقلت: سيدتي هل أساعدك؟ قالت نعم. أوصلتها للبيت وإذا وصلنا إذ ضمقتني بعينيها غير مبصرتين وقالت: رضي الله عنك يا ولدي، وإن شاء الله مثوابك في الجنة. كنت سعيدا. الله يا أصدقائي، ما أفضل تلك البسمة على وجوه من أساعدهم. فكما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن ندخل على قلب المسلم السرور. وإلى اللقاء، وشكرا لكم على المتابعة.